السلام عليكم الخوت. في هذا الفيديو غادي الناس يعرفوا كيفاش تعلمت اللغه الفرنسيه، وكيفاش كانت المراحل، ماشي كيفاش كتعلمت الفرنسي، ولكن كيفاش الطريقه اللي كنت كنضم بها الدروس ديالي باش شديت اللغه الفرنسيه. المهم انا كنت كنقرا بزاف، كنت كنتبع واحد الطريقه ديال انني كنحفظ، ولكن كنحفظ لا كونستركسيون ديال لا فراز، يعني كنحفظ الجمله وكنحفظ لا كونستركسيون ديالها، لي فيرب لي فيها، لي اكسبرسيون فيجي، لي اكسبرسيون اللي كيتعاودوا اللي فيها، وكنت كنحفظهم، ولكن كنحاول نبراتيكي داكشي اللي كاين في داك الجمله اللي حفظت داك الجمله، نبراتيكي على بزاف ديال الجمل، وكنت كنخلق دي كونفرساسيون مع راسي، فهمتيني، بحالي بحال الحمق كنجلس في الدار وكنحاول نخلق دي كونفرساسيون. دابا نفس الطريقه اللي شفت بها فرونسي شفتها في 3 شهور الحمد لله، واخا بعض الناس ما كتيقش، ولكن كنت كنقرا بزاف، حتى مرضت نفسيا، كنصحش الناس بالقرايه بزاف، ولكن كنصحهم انهم يرتبوا الامور ديالهم، يرتبوا انهم بنادم يفيق في الصباح يرتب الامور ديالو، بحال دابا يفيق مع 6 الصباح من 6 ل 7 فهمتيني، يقرا واحد الساعات المكانه، ولا كانت عنده قرايه مع 8 يمشي يقرا عاوتاني يرجع ويرتب الامور ديالو ويتريني، لحقاش لونطريمون كتساعد على لا كونفيونس اون سوا، على بزاف ديال الحوايج. بون كنت كان 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 زعما كان كنحفظ وكنقلب، كندير لا ديفينيسيون ديال نيمبورت كيل تيرم، اي تيرم لقيتو كندير لا ديفينيسيون ديالو، الشرح ديالو، وكنحاول الا مشيت عكلت شي مره كنلجأ لا تراديكسيون، الترجمه الحرفيه، ماشي زعما ديما، ولكن بعض المرات الا وحلت هكا كنت كندير، راني مازال عاقل، كنت كنجلس وكنحاول نبحث على لو ماكس ديال لي فوكابولير، اي فوكابولير كنت غادي في الزنقه، اي فوكابولير لقيتو ما عرفتوش كنوطيه ونحفظه. ونفس البلان اللي قلت ذاك النهار، ان واحد الاستاذ، تحياتي لي سيمونير، استاذ ديال البكالوريا جاري، استاذ ديال الفرنسي في الباك، انه قال لي باللي، قلت له كيفاش عملتي الفرنسي، قال لي كنت فاش كنجي نعس كنحط ورقه كبيره ديال الزبده عامره بالفرنسي. دونك الله يرحم لك الوالدين، اون طون كو بروفيسور دو كومونيكاسيون فرونسيز، كو بروفيسور دو كومونيكاسيون ابروفوندي، جو دي سا، يعني بار سامباتي، بار افيكسيون، بمحبه، يعني عن محبه وعن حب، وما بغيتش نكذب على الناس، راه اللغه راه ماشي هي لا باز، ماشي هي القواعد، ماشي هي لا كونجيكيزون، اللغه هي لا كومونيكاسيون. وديما عافاك الله يرحم لك الوالدين، حاول تحفظ لي فوكابولير، حاول تعمر راسك بلي فوكابولير، حاول يكون عندك لو ماكس ديال لي فوكابولير، كوم سا تو فا تو فا تو فا تو فا سافوار كومون جيغي لي شوز، وغادي تعرف دير دي ديسكسيون اون فرونسي دون مانيير توتافي كوريكت. فوالا سا سكو جو فو دير، وماشي شي حاجه معقده، الله يرحم لكم الوالدين، راه اللغه نامبورت كي لونك كو لون سوا، راه غير حفظها وبراتيك، حفظها براتيك، سي تو. انا ديجا قلت للناس باللي اي واحد قال لكم باللي راه الفرونسي زعما راه قواعد ولا كونجيكيزون، عرف باللي راه باغي يدوزك من واحد الطريق طويله وبزاف. دونك حاول الله يرحم لك الوالدين تطبق غير القاعده هذه، وتو فوار كو سي توت افي سامبل دابروندر لا لونغ فرونسيز، سي تو لونغ دو كولتور، اون لونغ دو سافوار، لونغ دو كونيسونس اون باراليل، واحد اللغه اللي زوينه بزاف، وكتبين فاش كتهضر بها كتبين باللي عندك واحد لو نيفو كولتوريل اللي هو توت افي افونسي. وهادشي اللي كنصح الناس زعماك انهم يحاولوا، الله يرحم لكم الوالدين، ركز لي على الفوكابولير، راه 85% من اللغه الفرنسيه راه فوكابولير اخويا اختي. دونك هذا هو لو بلوز امبورطون، تركز على الفوكابولير، على لي زيكسبرسيون فيجي، والله العظيم غتشدها. غتقول لي شنو هما لي زيكسبرسيون فيجي، شرحتهم، هما الجمل اللي ما كيتبدلوش في لا كونستركسيون، يعني جمل بزاف طالعين في النيفو وكيبينوا باللي عندك واحد المستوى الثقافي رائع. هذا هو اللي كاين، داك لي زيكسبرسيون فيجي كيبينوا باللي بحال باغ اكزومبل، داك النهار قلت نعطيكم مثال في هاد لي زيكسبرسيون فيجي، بحال فو دوفي بروندر اون كونسيديراسيون كو، يجب ان تاخذ بعين الاعتبار ان، فو دوفي بروندر اون كونسيديراسيون كو، تو سامبلومون. دونك يجب ان تاخذ بعين الاعتبار ان هاد الجمله ما كتبدلش، فاش نقول شي واحد تاخذ بعين الاعتبار ان هاد السيد كيخدم على راسو، فو دوفي بروندر اون كونسيديراسيون كو سو مسيو لا يل ترافاي دون مانيير توت افي دور، تو سامبلومون. دونك الخوت العزاز الله يرحم لكم ويديروا بهاد النصيحه، ولحقاش انا ما نفس الطريقه ديالي، شنو خاسر انايا، نفس الطريقه ديالي طبقوها، كنت في نهاري كنقرا 7 السوايع في النهار،
ولكن سبعه السوايع في النهار اللي تري دو ا سوبورتي بالنسبه لكم ما تحاولوش تطبقوها. ما كنتش منظم وقتي، كنت غير كنخدم بحال بحال راني نمشي كوري والحقيقه وكنت زعماك شنقول لك، كنت عندي ديك البليزير ديال اللغه، كنقين نقلب على لي فوكابولير لي اكسبريسيون وكنقين نقلب، هذا هو اللي كان عندي الشغف باش تقرا اللغه باش تعلم اللغه. خاصك تحبها، خاصك عندك الحب ديال اللغه ضروري اي حاجه ديرها في حياتك. وهذا الشيء علاش كنشوفوا بعض المعاهد كيدوزو لحقاش الفرنسي راه فيها دي نيفو باش تعطوك ديبلوم، خاصك دوز من A1 A2 B1 B2 و C1 C2 وباش كدوز من بعض المعاهد خاصك دوز ضروري من هاد لي نيفو باش توصل لاتيستاسيون ديالك. وانا كنقول بلي الا مشيتي لاي انستيتو اي معهد ديال اللغه الفرنسيه غادي يدوزوكم من هاد لي نيفو كاملين باش 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 تشد ديبلوم باش يعترفوا بك بانك فريك هضر الفرونسي. خاصك A1 غتقرا في عام، A2 في عام، B1 في عام، P2 في عام، C1 في عام، C2 في عام. ادوز لك واحد 6 سنين من عمرك باش تشد اللغه الفرنسيه. ما انا ما كننصحش الناس بالقواعد، ها فين كتدي القواعد، كتدي لهاد 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 لا دوغي اللي هي توتا في لونغ. دونك ما كاينلاش 3 شهور غتشد الفرونسي بالطريقه ديالي، تبع معايا الدروس، راه مازال غنبقى ندير لكم الدروس، مازال نفس الطريقه نفس الميثود اللي كنت غادي بها. كنت كنقيل جالس في الدار بي سي ديالي، كنحط كنقلب على دي بوكان اللي ساهلين في القرايه، كتب صغار كنقراهم، اي اكسبريسيون ما فهمتهاش كنسطرها وكنوطيها، كنمشي ندير لها ديفينيسيون في لو بيتي روبير في الديكسيونير، ما فهمتش في لو بيتي روبير داك ديفينيسيون ديالو، كنمشي ندير لها تراديكسيون في جوجل فين كاين المشكل. بخاف هذا هو البلان، هذا هو البلان، هذا هو البلان. دونك سوي ان بو اوبتيميست، كونوا متفائلين بهذه الطريقه بهذا لا ميثود اللي ما دايرها حتى شي استاذ مع اصغر استاذ في المغرب. اون فالي جوسكو بو تو سامبلومون. دونك هذا هو لو بلوز امبورطون بور مو، انك تركز لي على الفوكابولير، على ليكسبرسيون لي كي سي ريبيت، تي فوا تي فوا سكو جو فو دير، ليكسبرسيون كي سي ريبيت دون لا في كوتيديان. C'est le plus important pour moi. Se concentrer, se focaliser sur ce qui se répète dans la vie. Parce que دونك الله يرحم الوالدين. ركز ليا على هذا البلان، والله العظيم انت غتمشي بعيد وغترحم لي الوالدين. قرا لي بوكان، عطات واحد الليفغ اللي هو كروسيال اللي هو سون فامي ديال اكتور مالو، بدون عائله، واعر بزاف في واحد لونغاج بارتيكولير، لونغاج بزاف وفي واحد الفرنسي ساهله بزاف. دونك هذا الكتاب سميتو سون فامي ديال اكتور مالو، كاتب اكتور مالو سون فامي بدون عائله. وكان واحد الكتاب اللي مازال راسو قاصح بهاد الغرامير، والغرامير كاينه في فرنسا ولكن غطول عليك الطريق، فهمتي؟ ديال غرامير اون ديالوغ ديال كلير ميكيل، غرامير اون ديالوغ. دونك راه بزاف، اقسم بالرب راه تمشي بعيد فوالا غادي تشد هاد اللغه الفرنسيه، ماشي بهاد الكتب ولكن بالطريقه ديالي ساهله، حفاظه وبخاتيك، حفاظه وبخاتيك. راه جمله وحده في اللغه الفرنسيه يمكن لك دير منها بزاف، فهمتي البلان؟ تصوب جمله تحفظها، غير ديك الجمل اللي كنعطيها انا قسما بالله الا غير بسبب ديك الجمل غدير دي زيفور انت في الدار وتصوب جمل من عندك، فهمتي ولا ما فهمتيش شي حاجه صيفطيه في انستغرام نصح ليك، ما كاينش المشكل. و هادشي اللي كاين بالنسبه للناس كتقول لي نتفرج في الافلام، لا الافلام لي سيري ولي شونسون ما غينفعوك بالتوزه، غاكون هاني مهني لي شونسون لي سيري والو والله العظيم، حيت كيستعملوا لونغ فاميليير انت ما عندك ما دير بالدارجه ديالهم، خصك تركز على لا لونغ سوتوني، سا سكي كونت تو سامبلومون. دونك عافاكم، خليكم معايا في الدروس ديالي، والله العظيم فزالي اتاندغ لو سومام، فزالي اتاندغ لابوجي. تشيلي كاين.